أكد مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإبراز النموذج البحريني الفريد من نوعه إقليميا وعالميا في مجال تعزيز الحريات الدينية والتعددية والتنوع الثقافي وما له من إيجابيات عديدة في جعل المجتمع البحريني منارة للتعايش بسلام وتقبل الآخر المختلف. أكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس الأمناء التزام المركز في طرح كل ما هو نوعي ومبتكر في مجال نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتبني التحول الرقمي في تنظيم الفعاليات الافتراضية من ندوات وورش عمل ودورات تدريبية لمواكبة الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد-19. أضاف الشيخ خالد بن خليفة أنه جاري العمل على مجموعة من الخطط والبرامج الجديدة التي تتأقلم مع رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في جعل التسامح والتعايش السلمي منهاج عمل وحياة لكل المجتمعات والحضارات الإنسانية.